خالد الساكن اقليم سيدي فني، وفي طالعة اسره المقاومه جيش التحرير ومعه الشعب المغربي، الذكرى الخمسين لاسترجاع مدينه سيدي فني الى كنف الوطن الام، التي تعتبر محطه بارزه ووازنه في مسلسل تاريخ المغرب على مستوى استكمال الاستقلال وتحقيق الوحده الترابيه، ولما لها من حموله تاريخيه لكونها تعد المحطه ما قبل الاخيره في مسلسل استكمال الاستقلال وتحقيق الوحده الترابيه بعد ملحمه المسيره الخضراء المضفره. مناسبه ذكرى الخمسون لاسترجاع مدينه سيدي فني الى حضيره الوطن. هذه المدينه الفتيه التي تحررت بفضل جهاد ابنائها عبر التاريخ منذ 1958، وكانت قلعه صامده ومدرسة للوطنية على الصعيد الوطني. فسكان مدينة سيدي فني يحتفلون بهذه الذكرى الخالدة التي حررت سكان هذه المدينة من عذاب المستعمر الغاشم، واستطاعوا بفضل جهادهم ونضالاتهم عبر مجموعة من المحطات، ولعل خير دليل على ذلك محطة 23 ونبير التي لقنوا فيها للمستعمر الغاشم دروسا في الوطنية ونكران الذات، جعلتهم يتبوؤون مكانة مرموقة على الصعيد الوطني في دروس الوطنية. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.